هنكمل من خلال الفيديو ده طريقة وضع الخامات في برنامج جوجل سكتش اب. اتعلمنا في الفيديو السابق احدى الطرق، في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم طريقة تانية في وضع الخامات في سكتش اب. وليكن عندي ارضية بهذا الشكل عايز ابتدي اضع عليها الخام. كل اللي عليك تعمله انك هتروح لفايل، منها هتختار امبورت، هيفتح لك مربع من خلاله هتبتدي تروح للمكان اللي حافظ فيه الخامة على الجهاز عندك، وليكن انا حافظه في فولدر اسمه طايل. هبتدي اختار هنا جي بي جي، هيفتح لي الخامات اللي عندي. لو ملقتهاش طبعا هدور على الفولدر اللي انا حافظ فيه الخامات دي، وليكن الارضيات ده، هلاقي في عندي الخامات موجودة. هبتدي اختار الخامة واتأكد ان انا مختار من هنا تيكتشر ثم امبورت. هتبتدي الخامة معايا تنزل في البرنامج، هبتدي اقرب من السطح اللي انا عايز اضع فيه الخامة وابتدي اضعها، اضغط كليك وابتدي بعد كده اسحب عشان اتحكم بالسكيل بتاعها، ثم بعد كده ابتدي اضغط كليك هتطبق معايا الخامة على السطح الزهو زي ما واضح قدام حضراتكم. ابتدي اسحب الخامة دي للماتيريالز اللي موجودة عندي، اسحبها هبتدي اروح لخيار بنت باكت وابتدي اضغط مفتاح الت واضغط كليك عشان الخامة تسحب معايا جوه المحرر بتاع الخامات، وابتدي اضغط على ان موديل هلاقي ان الخامة نازلة معايا. هبتدي عشان اتحكم بقى بسكيلها زي ما اتعلمنا في الفيديو السابق، وهسيب لك لينك الفيديو السابق في صندوق الوصف عشان تتعلم منه طريقة ضبط مقياس الخام. هبتدي اخش جوه اديت وابتدي افتح الصورة من هنا كده واشوف الصورة دي عندي بلاطتين، انا هفترض ان البلاطة بتاعتي 30 سنتي، يبقى 30 و30 كام؟ 60 سنتي. هبتدي اروح للارتفاع هنا واقول له 0.6 واضغط كليك في اي مكان، يبقى البلاطة بتاعتي هتبقى مقاسها 30 سنتي. لو عايز تعرف ازاي نظبط السكيل تقدر تشوف الفيديو السابق، وهشوف لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. جميل جدا. عايز اتأكد ان انا ظبطت المقياس برضو، هروح من هنا اقيس البلاطة دي، اضغط كليك واروح هنا هلاقيها 30 سنتي مظبوط. جميل، يبقى دي كده الطريقة الأولى. طيب الطريقة التانية بقى اللي أظبط بيها السكيل برضو بعيدا عن الطريقة السابقة، إن أنا قبل ما أضع الخامة هبتدي آخد مقياس من هنا وليكن من خلال الأمر التاني وأضغط كليك وأسحب، هيديني خط وهمي. أنا عايز أطبق الخامة على المقياس ده على الأرضية دي، بس عايز أول ما أنزل الخامة تروح بمقاساتها اللي أنا عايزها من الاول. هبتدي اضع الخط الوهمي ده وليكن انا عايز كل بلاطة تبقى مقاسها 60 سنتي، فاقول له 0.6 انتر، هلاقي ان الخط الوهمي ده على مقاس 60 سنتي من الخط من الارضية دي. بنفس الطريقة هروح لي فايل امبورت وابتدي اختار وليكن الخامة دي اخليها تيكتشر واقول له امبورت، ابتدي اضع بدايتها على السطح اللي انا عايز اطبق عليه الخامه واضغط كليك واسحب. لاحظ ان انا بركز مع الفاصل بتاع البلاطه، اول ما الفاصل هيجي على بدايه الخط الوهمي اللي انا حطيته ده، لاحظ كده انا كده عديت الفاصل اهو، الفاصل عدى الخط، لا انا هظبطه على الخط الوهمي ده بنفس الطريقه دي اهو، واضغط كليك هلاقي ان البلاط بتاعي اتقسم على السطح اللي انا حطيت عليه الخامة الى بلاطات 60 في 60، الى بلاطات 60 في 60. جميل، همسح الخط الوهمي ده بهذه الطريقة. طيب وهروح اتأكد من مقاس البلاط، ابتدي اختار امر تاب وابتدي اضغط كليك هنا واروح اقف هنا كده، هلاقي ان البلاطة بتاعتي 60 سنتي، طب والارتفاع بتاعها 60 سنتي. يبقى اذا دي الطريقة التانية اللي بنتعلم بيها طريقة عمل او ضبط بقياس البلاطة اللي هو
المقاس البلاطه. يعني بمعنى صح انت تقدر تعمل شوب درونج من خلال وضع الخامات فقط لا. جميل جميل. النقطه اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عنها هو ان ازاي بقى اتحكم في اتجاه البلاط بتاعي او اتجاه الخامه بتاعتي. هطبق الكلام ده على الارضيه دي علشان نعرف الفرق. كل اللي عليك انك هتروح برضو الفايل امبورت، هنستورد خامه، احنا بنكرر عشان ايه المعلومات تثبت، واختار وليكن الخامه دي، اتاكد انها تيكتشر امبورت، وابتدي اضعها على السطح ده واسحب شويه كده عشان اكبر سكيلها، واضغط كليك علشان تطبق الخامه بتاعتي. انا دلوقتي عايز الف البلاط ده بزاويه 45، هعمل الكلام ده ازاي؟ هضغط كليك يمين على الخامه ثم اختار الخامه اسف، ثم كليك يمين واقول له تيكتشر، منها اختار بوزيشن. هتلاقي ان في اربع دبابيس ظهروا لك في الرسمه بتاعتك. الدبوس الاحمر ده من خلاله ممكن احرك الخامه بتاعتي، اجيب بدايتها هنا. لاحظ ان انا لما جيت حركتها عمل لي هنا غلاء، عمل لي هنا جزء من بلاط ممكن يكون مطلوب وجزء هنا من بلاط، يعني ممكن اتحكم ان انا اظبط ان نص بلاطه يمين ونص بلاطه شمال، او اجيب البدايه هنا اظبط البدايه بتاعتها بهذه الطريقه. الدبوس الاخضر ده بعمل من خلاله روتيت للخامه، بعمل من خلاله روتيت وسكيل برضه بالمناسبه، يعني لو ضغطت عليه وابتديت الف كده شايف هلاقي ان الخامه بتاعتي بيتعمل لها سكيل وكمان بتتلف. هعمل كنترول زد وابتدي استورد الخامه مره اخرى امبورت علشان بس نطبق اللي احنا عايزين نتعلمه بدون ما نلخبط الناس. ابتدي وضعت الخامه، عايز ابتدي الفها على زاويه 45، هضغط على الخامه كليك يمين تيكتشر بوزيشن، هبتدي من خلال الدبوس الاخضر ده اضغط عليه وابتدي الف الخامه بتاعتي. بمجرد ما الخامه هتكون على زاويه 45، مجرد ما اضغط كليك يمين دان هلاقي ان الخامه اتطبعت. طبعا انا وبلف عرفت ازاي ان هي على زاويه 45، هتلاقي في سناب حصل على الخامه بتاعتي، هتلاقي في سناب حصل على الخامه بتاعتي. يعني لو جيت كليك يمين وعايز ارجعها 90 مره اخرى في فيتشر بوزيشن، واجي من هنا اسحب كده اهو الخامه عملت سناب على زاويه 90. لا عايز اكمل تاني اهو 45 عمل سناب عليها كده 90 اهو، يعني كل كام درجه بيتعمل لي سناب على الخامه بتاعتي اهو بهذه الطريقه. جميل جدا. طيب افترضنا انا عايز زاويه بعينها، انا عايز اعمل روتيت للخامه بزاويه بعينها، يعني زاويه مثلا ما تكونش البرنامج بيعمل لي عليها سناب، زي مثلا زاويه 10، عايز اعمل الف البلاط ده بزاويه 10 او 20 درجه. اعمل الكلام ده ازاي؟ لان طبعا انت بتستخدم الطريقه دي مش هيعمل لك سناب. طيب هنرسم ارضيه عشان نطبق عليها الموضوع ده، وليكن دي الارضيه، هعمل فايل امبورت وابتدي مثلا اختار الخامه دي اهو وابتدي اضعها هنا بهذه الطريقه. انا دلوقتي عايز الف الخامه بتاعتي دي بزاويه 20 درجه لان مش هتكون موجوده، مش بيتعمل عليها سناب. يعني هبتدي بنفس الطريقه، هبتدي اختار امر المنقله من هنا وابتدي اضغط كليك هنا كده واضغط كليك هنا كده، وهرسم خط على زاويه 20 درجه، هقول له 20 انتر، هلاقي ان اترسم لي خط وهمي على زاويه 20 درجه، زي نفس الطريقه اللي احنا طبقناها هنا لما رسمنا خط مقاس وهمي، هنا زاويه وهميه. وابتدي اختار الخامه بتاعتي واقول له كليك يمين تيكتشر بوزيشن، وابتدي من الدبوس الاخضر ده ابتدي الف الخامه على الزاويه اللي انا رسمتها، هتلاقيه يعمل لي سناب على الخط، بس خلي بالك ان ايه ممكن يتعمل سكيل انت وشغال، فدايما تخلي بقى تخليك على ايه على النقطه بتاعت بدايه الدبوس. وابتدي اروح للخط الوهم اللي انا رسمته بالظبط كده اهو، هيبتدي تعمل سناب عليه، اضغط كليك يمين دان،
هتلاقي ان البلاط بتاعك اتلف، او الخامة بتاعتك اتلفت على زاوية 20. هو ده كل اللي احنا محتاجين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون مفيد لحضراتكم. شرحنا طريقتين، طريقة في الفيديو السابق ممكن تكون سهلة لبعض الناس، وطريقة في الفيديو ده ممكن تكون برضو سهلة لبعض الناس، لكن احنا كده معانا اكثر من حل لطريقة وضع الخامة والتحكم في مقاسها في برنامج جوجل سكتش اب. اتمنى ان اكون قدرت اوصل فيهم المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة لحضراتكم. هكون برضو سايب لحضرتك لينك الفيديو السابق لان هيفيدك جدا، لانه مكمل للفيديو ده في صندوق الوصف. لو في اي اسئلة منتظرها من حضراتكم في التعليقات. اشكركم، الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.